مفيد فوزي يعيش حالة صهللة اسمها لطيفة. أول كلمة حلوة سمعتيها إيه؟ يوم قال لها الموسيقار عبد الوهاب بخري صوتك. من أزكى المطربات السيدة العظيمة أم كلثوم. عاشت أنانية رجل وغدره وغنت له كرهتك. جمال المطربة عامل مهم في نجاحها. وتبوح حلم الأمومة بعيد عني وقريب مني. الغيرة الساخنة حب. قلبي يحتاج للغزو وليس للاستئذان. هل أنت ضعيفة في الحب؟ بيني وبين عمر خيرت كيمياء لا أفهمها. اللي نجح مطربة هو الصوت. ونصيحة من لطيفة للراغبات في الطلاق. سلم لي عليك قل له إني سلم عليك. أسرار لطيفة مع المحاور مفيد فوزي في مفاتيح الليلة العاشرة مساءً على دريم 2.